أصدقاء. ما الأمر أيها العم جدو؟ لن تصدقوا ما الذي عثرت عليه. هذا صندوق مليون بالكامل بحلقات برنامج العم جدو. لما لستم متحمسين؟ الأشياء القديمة مملة. قال إن الأشياء القديمة مملة. أنتم لا تقدرون الأغراض الكلاسيكية، ها؟ أنتم تحبون فقط المشروبات الغازية والموسيقى الريفية وأفلام الكرتون الملونة مع ميول معاصرة لألعاب الفيديو. هذه تفاهات. هذا الفيلم بالأسود والأبيض، وهذا هو الفن. هيا لنشاهد. أشم رائحة التاريخ. شاغل الفيلم. تفضل يا ألفريدو. يا للروعة. بس إني كلين بدي أبدأ بدي البيت. مرحبا أيها البطة، ما أدراكي. النهاية. لعبة فيديو. أهلا إلى مسابقة التهجئة. أنتما ميم سينتا عند الألف لول مستعدان؟ نحن نتنافس من أجل جائزة التهجئة الشعبية، وستحسم النتيجة النهائية في الكلمة الأخيرة. لم نحصل على أي كلمات بعد. إنها حلقة قصيرة على الإنترنت، ليس لدينا كثير من الوقت. أتشعر بالتوتر يا سيد جاس؟ طبعا لا، يمكنني أن أهجئ أفضل منك. سنرى. حسنا سيد جاس، كلماتك هي يمكن. أو طبعا، إنها سهلة جدا. دعني أضعها لك في جملة أولا. هل يمكنني أن أستعير منك علبة من حليب الهامستر؟ أرجوك هجئ هذا من أجلنا. نعم بالطبع يمكن. يا ميم كاف نون. آسف جدا ولكن هذا خطأ. ماذا؟ بيتزا ستيف حان دورك. الكلمة هي يمكن. أرجوك هجئ هذا من أجلنا. طبعا يمكنني. هذا، اسمع، هذا الألف. أرأيت؟ يمكنني أن أتهجأ هذا. هذا صحيح. يوضع الخاسر في أنبوب الخاسرين. الماذا؟ هاي أخرجني من هنا، لا أستطيع أن أتنفس. وجائزة التهجئة ستكون من نصيب. شكرا لك، أنا أريد أن أشكر. أوه، إنها ثقيلة. ربما بسبب كل العسل الذي كان موجودا في خلية النحل قبل صب الذهب عليه. أوه لا. ماذا؟ هذه غلطة رهيبة. حسناً، أنا مضيفك العم جدو. انسحب الآن من داخل أنبوب الضيوف. ليلة سعيدة جميعاً. ظننت أن الشعور بالربح. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عم جدو المعلم. شكراً لك سيدي. المعلم أطلق ريحاً. صباح الخير جميعاً. أهلاً بكم إلى يوم جديد من صف أساسيات العم جدو. توقفنا في درس الأمس عند الحديث عن أفضل أصدقائنا بيزا آل ستيفنز، مايكل مارشال غاسفورد، والنمرة، وفا أقصد بيلي باغ. أوه نعم، ما هو سؤالك؟ يبدو أن حقيبة بطني لا تعمل بشكل جيد. لأنكم لستم مستعدين لحقيبة بطن حقيقية، فهذه حقائب بطن نموذجية للتمرين. سوف تنالون حقائب بطنكم عند التخرج. والآن أريد منكم أن تتكلموا قليلاً عن مدى روعة بيتزا ستيف. أرجو المعذرة عم جد المعلم، كيف يعقل أن نعتبر بيتزا ستيف رائعاً؟ أليس غريب الأطوار ومخبولاً؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ هيا أخرج من قاعة الصف الآن. هل من غبي أخرق آخر؟ توقعت ذلك.
حسناً، ثمة فتاة صغيرة لا تريد أن تضع نظاراتها، ماذا تفعلون؟ أنا أعطيها نظارات جميلة أخرى. إجابة خاطئة، تفضل بالجلوس جد المعلم. هل من عم يعرف الإجابة الصحيحة؟ سأعطيها عينين من الليزر قد تورطاننا في مأزق كبير. هذه هي الإجابة الصحيحة، من قال ذلك؟ أنا قلت سيدي. عم جد البواب، توقف عن مقاطعة صفي، لقد فهمنا، أنت هو العبقري. إنها جامعة الحياة يا عزيزي. كانت دراجتي هنا، أعتقد أن هناك من أخذها. كيتي أرجوك، لا داعي لحالة الذعر، لماذا لا تعطينا المحقق فرانكنشتاين وصفا لدراجتك؟ فهو رسام ماهر. في الواقع هي بهذا الحجم، زرقاء ولديها عجلتان، تعرفان إنها دراجة. فهمت، والآن حان الوقت للتحقيق في مسرح الجريمة، فلنرى هنا. أجل، مؤكد أنه نوع من الأعمدة. شعرة مشتبه بها، عمل ممتاز أيها المحقق. أنا أرصد آثاراً للتوابل والجواكامولي أيضاً. تفكير ممتاز شريكي، إلى متجر التاكو. أصغي إلي جيداً، هل رأيت هذه الدراجة من قبل؟ لا. حسناً، كانوا محاربي الدراجات. حسناً، إنهم يتسكعون في المتنزه، أرجوك لا تؤذني أرجوك. حسناً، ماذا الآن أيها المحقق فرانكنشتاين؟ نحن نجري مطاردة. إنها الشرطة. لا، أي مجرم علينا أن نطارد يا فرانكنشتاين؟ المحقق فرانكنشتاين؟ أنت محق أيها الشرطي، إن دراجة كيتي هنا تماماً. يا للروعة، لقد نجحتما، عثرتما على دراجة القبيحة. شكراً لك يا تايني ميريكل، شكراً لك. لا تشكريني، بل اشكري المحقق فرانكنشتاين، هو العقل المدبر في عملياتنا. شكراً فرانكنشتاين. مدهش أيها المحقق فرانكنشتاين. مرحبا يا أبي. نجاح! حل هذه المعادلة الرياضية الآن. X تساوي 0.039. ما هي عاصمة لوكسمبورغ؟ لوكسمبورغ هي عاصمة لوكسمبورغ. أيمكنك تحميل بطاقة رسومات جديدة في الكمبيوتر؟ أجل. ها! لقد ابتكرت عبقريا. صباح الخير. عم جدو، أنت تقوم بإفساد اختباري الآن. أرجو المعذرة. كنت لتكلفني سنوات من العمل، هل تدرك أنك تنظر إلى أذكى كائن من ابتكاري أنا؟ حقاً؟ أيمكنه تركيب بطاقة رسومات في الكمبيوتر للاعب المباشر؟ أجل. واو، هذا رائع. والآن إن كنت لا تمانع، أنا وفرانكنشتاين لدينا اختبارات كثيرة نجريها. مهلا لحظة دكتور، أتسمح لي باستخدام شاحن هاتفك لدقائق؟ بطارية هاتفي تنفد. حسنا، لابد من أنني وضعت شاحني القديم في مكان ما هنا. صديقي، الشرارات تتطاير من رقبتك. أنا لم أجد سوى هذه القطعة من مجفف شعري القديم. حسناً، هذا يكفي، شكراً. لا 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 لا، لقد حرقته. فرانسيس، ما هي عاصمة الأوروغواي؟ كل جهودي العزيزة ذابت سدى بعد مجرد مجموعة خردلان. ليس بالنسبة إلي. أصبح شاحن هاتفي الآن. يبدو أن تلك الساذجة قد نسيت غداءها في المنزل وتوقفت عند بركة المدرسة عوضاً عن هذا. ليس مثلنا نحن الأشخاص الرائعين الذين نحمل علب الطعام المذهلة. نعم، مثل علبة غداء التي كتب عليها التمارين تساعد على مراقبة الوسط. جميل جميل، لكن لا شيء يقارن بعلبتي، بطل الخارق المفضل، ساعي بريد العدالة. هو يحمل
تحمل حقيبة أيضاً، ويجب علي أن أدعم هذا. ماذا لديك أنت؟ تركت علبتي الرائعة في المنزل. ما الذي؟ بهذه معدة مشرحة بشكل علمي، فنعرف إلى أين يذهب الطعام حين نأكله. اسمعوا أيها المزعجون، انظروا إلى علبة الغداء هذه. كنت أدخر نقود الغداء منذ وقت طويل للحصول على هذه. إنها لأغلى الثمن، وهي رائعة لأنكم لن تحسروا أنها علبة غداء، كما أنها تحتوي على ستيريو وبوق أيضاً. واو، يملك بيزا ستيف بكل تأكيد أفضل علبة غداء، والآن لنرى من أحضر أفضل غداء. نعم، علينا أن نرى من أحضر الغداء الأسوأ. أنا أصوت لسمكة النمر الوقاية الطائرة الميتة، هي لا تملك علبة غداء حتى، وأيضا غداؤها مريع جدا. واو سوشي، وهي تريد أن تشارك، كم هذا رائع. لا انتظروا، هذه طاولة الرائعين، أنا شخص رائع، أنا إنه أنا. هكذا يكون العالم الحقيقي حين تكون محبوباً، فأنت محبوب إلى الأبد. تخيلوا أعزائي مكاناً حيث تخترق قوانين الواقع بطريقة غريبة وعجيبة. سنأخذكم اليوم في رحلة إلى هذا المكان بالذات، كونوا منتبهين حين ندخل إلى المنطقة الغريبة. المنطقة الغريبة، أنتم على وشك أن تشهدوا شريحة بيتزا عادية بقدرات غير طبيعية في تحويل أي شخص إلى كائن شنيع مستعملاً عقله فقط. أوه حسناً يا تايني، هيا خذ استراحة. حسناً بيتزا ستيف، من الجيد أنك جعلتني أعزف لخمس عشرة ساعة، أنا أعلم. مرحباً بيتزا ستيف، أحضرت لك سباجيتي وكرات اللحم إلى هنا، من الجيد أنك جعلتني أذهب إلى إيطاليا كي أحضرها. لقد تأخرت، ليست ساخنة كفاية. شكرا لك بيتزا ستيف، من الجيد أنك فعلت هذا بي، سأذهب لأرتجف في تلك الزاوية في حال احتجتني. مرحبا بيتزا ستيف، أحضرت لك النظارات الشمسية المنزلية نظيفة وبحسب مواصفاتك وتماما كما تحبها. ما هذا؟ بقعة غبار؟ سيد جاس قد أخفق، سيعاقب الجميع. لا 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 لا، كانت غلطتي أنا، لا تعاقبهما. هل تسبب لي المشاكل؟ نعم، في الواقع أنا كذلك، أفضل أن أكون كائنا شنيعا على أن أكون خادما لك. لا بأس إذن. لا! مهلا، جاس يبدو تماما كالسابق. كل هذه الأشغال الشاقة من أجلي لا شيء؟ أظن هذا، أنتم من الأساس كائنات شنيعة للغاية. هذا رأيك أنت فقط، وبما أنني عرفت أنك لن تستطيع أذيتي، أنت لي. يا للعجب، ها قد عرفتم القصة، قصة غريبة صحيح؟